I now give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. سيد الرئيس، في البداية يؤيد وفد بلادي ما جاء في بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز. السيد الرئيس، إن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعتبر من أهم أهداف وغايات معاهدة منع الانتشار النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل. وفي هذا الصدد تؤكد المملكة العربية السعودية بأن المقرر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، ويعتبر سارياً لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه. كما تعرب بلادي عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. السيد الرئيس، إن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بناء على قرار الجمعية العامة رقم 73/546 يعد فرصة للتوصل إلى ترتيبات تستند إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة وبتوافق الآراء لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط. وتأمل بلادي أن تتضمن مخرجات هذه الدورة التحضيرية نتائج واضحة تدعم إقامة هذا المؤتمر. السيد الرئيس، إن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689. وفي الختام، تؤكد المملكة العربية السعودية على أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وتحث بلاد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار الأسلحة النووية بأن تفي بالتزاماتها بحيال إنشاء هذه المنطقة، وخاصة الدول الوديعة للمعاهدة، وذلك تعزيزاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع. شكراً سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Saudi Arabia for his statement and for keeping with the time.